والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ هي الأصل أعطيه فأغفر له، على من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. نعم. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجمعي وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أول كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. أورد هذا في الكلام عن قيام الليل. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى موضوع الصفات، أن تورد في المواطن التي هي أسباب في ورود هذه الأحاديث. حينما يورد الناس ويتكلمون عن صفات الله في باب الأسماء والصفات، يكون لهم أسلوب في الحديث عنها، وحينما ترد في الموارد التي هي مناسبات للأحاديث أو النصوص الواردة فيها يكون لها منحا آخر، أعني كلام العلماء في تلك الأسماء والصفات. والحديث عن الأسماء والصفات الأصل أن يكون حديثا مؤثرا ومخشعا، يعني يؤدي إلى تعظيم القلب ومحبته إلى تلك الصفة التي أو لتلك الصفة التي ترد أو ذلك الاسم الذي يرد. وأيضا يكون هناك اهتمام في الجانب الذي ورد من أجله ذلك الاسم أو تلك الصفة، يكون هنالك اهتمام في أثر ذلك الاسم أو تلك الصفة على القلب. فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ومنعوث بنعوت الجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا نريد أن تكون هذه كلمات يحفظها الناس لا يدركون معناها. لو أن مخلوقا من المخلوقات أردت أن تسأل عنه، أن تتعرف إليه أو أن تنظر إليه، فإنك أول ما تنظر إلى ما اتصف به حتى تستطيع الحكم عليه، أو تعرف كم سيكون تعلقك به أو نفرتك منه، فربما يكون هناك صفة تنفرك وصفة تقربك، وبمجموع الصفات الحسنة فيه يكون قربك منه وإن كان فيه شيء من النقص والعيب وما ينفر. ويكون هذا المخلوق ربما من أحب المخلوقات إليك، ويأتي أحيانا بما يعني يؤذيك، بما يضرك، بما يزعجك، بما ينفرك منه، ومع ذلك يبقى القلب متعلقا
ويبقى القلب محبا تعطف عليه ترحمه إلى آخره. تصور حينما يكون الكلام ولله المثل الأعلى عن الله عز وجل، فلا تسأل عما يحل القلب من التعظيم والمحبة والرغبة في معرفته والزيادة من معرفته، أن كلما رأيت من صفات الجمال فيه ومن صفات الكمال أحببت أن تتعرف على هذه الصفة أكثر وأن تزداد وأن تتعمق في معرفة المعاني التي تضمنتها ولوازم هذه المعاني، ويحصل لك من الشوق ما لا يعلمه إلا الله لله سبحانه وتعالى، يحصل لك من الشوق طالما أنك لن تراه في الدنيا فتريد أن تتعرف أكثر. إذا لم يمكنك أن تراه بعينيك فإنك تريد أن تتعرف إليه بقلبك. كيف يمكن هذا الشيء؟ من خلال الازدياد من التعرف إليه، تتعرف أكثر على معاني أسمائه، على معاني صفاته، على أفعاله، على إحسانه، على عطائه. والقلب يزداد من الله عز وجل خشية وتعظيما حينما يتعرف إلى صفات الجلال. والمحبة يكون لها وجه مختلف عن وجه المحبة التي ترى من المحبوب الجمال فقط. فالمحبة التي فيها التعظيم والإجلال هذا نوع مختلف، محبة تملأ القلب لا تذر فيه موضعا لغيره، لكن هذا الأمر يحتاج منا إلى أن نتعرف عليه أكثر، وكلما تعرف الإنسان إلى الله أكثر اشتدت محبته أكثر أو زادت محبته أكثر واشتد خوفه أكثر. ولذلك تجد العلماء مع شدة محبتهم لله أشد الناس خوفا من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخافون الله، وغير العلماء إنما يخافون الله بقدر ما حصل في قلوبهم من معرفته بالعلم. والذي يقوم الليل إذا لم يقع في قلبه الأنس بالله واستشعار القرب من الله سبحانه وتعالى وأن الله يقرب، لا يكون هذا القيام، ولا سيما القيام في الثلث الأخير من الليل، لا يكون لهذا القيام اللذة والخشوع والشعور بالقرب مثل من يحصل له وهو يستشعر هذا القرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد ما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولكن قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. لذلك تجد الإنسان إذا كان ليس من المؤمنين إذا استيقظ في تلك اللحظات في عتمة الليل يستوحش، في ظلمة الليل إذا مشى في الليل يستوحش، ولكن أهل الإيمان وأعني بذلك فقط الذين يثبتون قرب الله عز وجل من خلقه في تلك الساعة، الذين يثبتون النزول أعني هؤلاء، يقوم في تلك اللحظات، فإذا صلى لله عز وجل لا يحب أن يراه أحد، لا يجامع أحدا في تلك اللحظة، يريد أن فقط أن يكون لقاء بينه وبين الله أو يعني قيام، فيستشعر يمتلئ قلبه أنسا لا يستشعر بالوحشة، يستشعر بالرغبة الزائدة. فإذا قضى صلاته تذكر تلك الصلاة، تذكر جمالها ولذتها. في هذا السياق ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسماء والصفات، فالكلام عنها كلام ذو شجون وكلام فيه الحقيقة غذاء للروح، غذاء للقلب، وبه يحصل قوة للبدن، الإنسان يتقوى بذلك على أن يقوم ولا يحصل له كسل ولا يحصل له خمول، والرغبة في الدعاء وطاءة الفراش ودفء الغطاء. فالشاهد الكلام أن هذه القضية في هذا السياق هذه الغذاء، هذا هو الغذاء، هذا هو الجمال في الذكر. قال باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. فاستشعار أننا كلما تكلمنا عن النزول نفكر في عملية أنه هل يثبت أو لا يثبت،
وكلام المؤولة الذي يقسي القلوب، يقسي القلوب. يعني حينما يقول لا الله لا ينزل ولكن تنزل الرحمة، لا ينزل ينزل أمره، ينزل ملأ، ما فائد الرحمة؟ كل لحظة، كل لحظة تنزل. فإذا كان هذا أجمل الأوقات وتنزل الرحمة إلى سماء الدنيا، كيف سينتفع منها الناس؟ الرحمة تنزل إلى جميع المخلوقات، في كل مكان فيه مخلوق من مخلوقات الله من مؤمن أو كافر يصلهم من رحمة الله ما يصلهم. فما فائدة، كيف سنستفيد من الرحمة التي تصل إلى سماء الدنيا فقط بعدين في هذا الوقت فقط، والرحمة تنزل في غيرها من الأوقات في كل لحظة وإلى كل أحد. فهذا يؤدي إلى قسوة القلوب والبعد. وكيف سأرغب في قيام الحقيقة؟ يعني أين السلوى وأين الأنس وأين في قلوب هؤلاء؟ وتعرف منهم من يقوم الليل ويحافظ على قيام الليل. تصور لو أن هؤلاء الناس عرفوا حقيقة النزول وعرفوا اللذة وعرفوا القرب والدنو، فكيف ستكون عبادة هؤلاء الناس؟ نحن لا نزعم أننا من أصحاب العبادة، هذا الأمر فيه تقصير كثير، لكن الذي يقوم بهذا الشيء على وجهه هو سيعيش لحظات لا يعيشها في حياته، لا يجد مثلها في حياته حقيقة. وإن كنا مقصرين في ذلك، لكن لا مانع من أن ينصح الإنسان بنفسه، ينصح إخوانه حتى لو كان الإنسان مقصرا في ذلك الشيء. طيب، ذكر من أحاديث هذا الباب حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة مشهور، وحديث النزول حديث متواتر. حديث النزول رواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 23 17 من الرجال و6 من النساء رواه حديث النزول حديث متواتر. والحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، هذا حديث في الصحيحين. والحديث إذا اتفق عليه الشيخان فقد جاوز القنطرة. تصور حديثا صححه أئمة الحديث وأجمع أهل السنة على ما دل عليه من نزول الرب سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن يناقش مثل هذا وبعد تواتره هذا؟ وكان هذا الموضع من المواضع التي حصل فيها النقاش والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. فإذا تكلم أحد الآن في حديث النزول يريد أن ينكر أن الله ينزل، فنقول له كان الناس طائفتين في زمن أئمة الإسلام، طائفة المعتزلة ينكرون النزول، وطائفة أهل السنة والجماعة يثبتون النزول، فأنت مع أي طائفتين شئت أن تقف؟ تقول لي أنا سلفي أشعري ماتريدي ما أدري إلى آخره، أنت مع من؟ حدد موقفك، لا تقول أنا أشعري ولكن لا أثبت، بين موقفك، أنت مع من؟ الناس كانوا على طريقين في ذلك الوقت. في مجلس جمع الإمام إسحاق بن راهوية في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وكان في المجلس طبعا أحيانا يجلس إليه بعض المبتدعة وهو أمير من أفضل الأمراء في ذلك الزمان، فقال يقول يا أبا يعقوب، يقول لإسحاق بن راهوية، ما هذه الأحاديث ترونها في نزول الرب تبارك وتعالى؟ فقال له أثبته فوق، لأن تثبت أن الله عز وجل فوق، قال أثبته فوق، قال ألم تسمع أن الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قال إنما ذلك يا أبا يعقوب يوم القيامة، قال من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ انظر إلى هذا الأسلوب من في الإقناع، أنه أنت تتكلم عن أحاديث، طيب الأمر موجود في القرآن، إذا كان مجيئه يوم القيامة ما عندك مشكلة فيه، فما الذي يمنعك من الإيمان به الآن؟ وفي مجلسه أيضا قام رجل من المعتزلة وقال أنا
أكفر برب من ينزل من سماء إلى سماء؟ فقال أؤمن برب يفعل ما يشاء. أؤمن برب يفعل ما يشاء. المشكلة عند القوم اعتقاد التمثيل، اعتقاد الكيفية التي تقع في أذهانهم. فأنت عندما تتصور أن نزول الرب هو كنزول المخلوق، لا شك أنك ستمتنع من الإيمان بمثل هذا الأمر، كيف يمكن أن يكون؟ ولكن واقع الأمر أن أهل السنة والجماعة أولا عندهم قاعدة عريضة، ليس كمثله شيء، وبناء على هذه القاعدة لا تتصور في ذهنك الكيفية. أنت تفهم معنى النزول والدنو، ولكن لا تتصور الكيفية. السماوات مهما اتسعت فإنها لا تحيط بالله، بل هي شيء صغير مخلوق من مخلوقات الله، وهو يدنو إلى الموضع الذي يريد في الوقت الذي يريد من غير أن يحيط به شيء من تلك المرادات. فإذا نزل لا تكون السماء فوقه كما تصور المبتدعة. المبتدعة إخواننا عندما ينكرون هذه الصفات العظيمة يجمعون بين أنواع الإلحاد وهم لا يشعرون، فيجمعون بين التمثيل وبين التكييف وبين التحريف وبين التعطيل. لذلك أهل السنة والجماعة القاعدة عندهم نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، إثبات بغير تمثيل ونفي بغير تعطيل. عند الإثبات لا غلو إلى درجة التمثيل، وعند النفي لا غلو إلى درجة التعطيل. فالذي يحرف الصفة وقع في نفسه أنه لو أثبتها فإنه سيثبتها مماثلا لله. طيب نحن أثبتناها، إذن الله جعل المماثل لخلقه؟ قلوا نعم، إذا أثبتموها فهو مماثل. قلنا له أثبتناها ومثلتم ولم نمثل. وكيفوا لأنهم اعتقدوا أنه إذا أثبتنا فقد أثبتنا صورة كيفية وليس معنى. ولذلك جاء الضال إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ إذا اعتقد أننا إذا أثبتنا الاستواء فقد أثبتنا إيش؟ صورة كيفية معينة. لا، بل نحن أثبتنا المعنى ولكننا لا نعلم الكيفية. واضح هذا الأمر؟ طيب، إذن هذا الحديث كما رأينا حديث متواتر، ولا يوجد ما يعارضه لا من قرآن ولا من سنة، كيف يمكن أن يعارض؟ طيب، قال وفي الباب عن علي، عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة، كل هؤلاء الذين ذكرهم هي أحاديث شواهد لهذا، إلا اللهم حديث عثمان بن أبي العاص، فقد جاءت هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وفيها رجل ضعيف، وفيها كلمة ينادي مناد، هذه ضعيفة لأن فيها راويا ضعيفا، وإن لم تخن الذاكرة فهو زيد بن جدعان، فهذا الراوي ضعيف، ابن جدعان ضعيف، ايش اسمه؟ سعيد بن زيد ولا مين يذكر الراوي؟ المهم هذا ابن جدعان المشهور ضعيف، اظن هو الذي هو علة هذا الحديث. وايضا هذه الرواية ضعيف، وايضا مما يشغبون به رواية ذكرها الإمام النسائي في الكبرى بعد ما بدأ بذكر الباب، ذكر رواية النزول وجعلها آخر حديث في الباب، وجعلها آخر حديث في الباب، وفيها أنه يأمر مناديا. فشغب أهل البدع بهذه الأحاديث على حديث متواتر مشهور ليس فيه أنه يأمر مناديا، وإنما هو سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فجاءوا بهذه الرواية وعارضوا بها تلك الروايات جهلا منهم بأن أهل السنة قد أجمعوا على هذا المعنى، ثانيا جهلا منهم أنهم إن أرادوا أن يؤولوا هذا الحديث فليؤولوا الآية وجاء ربك، جهلا منهم بعلم الحديث، لأن علم الحديث يقول بأن هذا حديث منكر، علم الحديث قضى بأن هذا الحديث
منكر. خرجت حديث؟ طلع معك؟ ايش؟ هو يعني في علي بن زيد بن جدعان. اقرا هذا الحديث اللي هو في علي بن زيد بن جدعان. احسن. اذا هو علي بن زيد بن جدعان سبب ضعف هذا الحديث الذي في المسند. طيب الحديث الذي في سنن النسائي الكبرى، اذا وصلت الى الكلام عن الحديث الان ستجده اخر حديث اخرجه. طيب قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. طلع معك؟ تفضل اقرا. قال ابن مسعود اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن عطاء بن سعيد عن عبده قال في عتبه فرقد فاردت ان احدث بحديث وكان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانه اولى بحديث مني، فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح ابواب السماء وتغلق فيه ابواب النار وسقط فيه الشيطان على ابنائه كل ليله. لا ما هو بهذا الحديث. حديث النزول يذكر الحديث في آخر الأحاديث التي فيها النزول. غريب، لماذا لم تخرجوه؟ على كل حال الحديث فيه أنه يأمر مناديا أو فيأمر مناديا، يمكن أجهزتكم تحتاج إلى ضبط اللفظ بالضبط. فيأمر مناديا، بحث عن فيأمر مناديا. طيب هذا الحديث اللي لم تأخذني الذاكرة هو من حديث عمر بن حفص ابن غياث يرويه عن أبيه، يعني حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي. طبعا حديث كما ذكرنا لكم أنه من رواية جمع من الصحابة، يعني 17 من الرجال وست من النساء ورواية أبو إسحاق السبيعي. الآن الحديث هذا فيه أولا إيش ما خرج معكم؟ أبو إسحاق السبيعي هو في نفسه ثقة ثبت من المدارات، وقد تغير بأخرة أو اختلط بأخرة، لكن الراوي عنه من الأعمش، والأعمش روى عنه قبل الاختلاط. والأعمش وأبو إسحاق السبيعي هما إماما الكوفة للحفظ، فما روي عن أبي إسحاق السبيعي قبل الاختلاط أو يعني في تلك المرحلة فهو من أئمة الحفظ في ذلك. طيب الراوي عن الأعمش حفص بن غياث، وقد حصل له تغير بأخرة، والظاهر والله أعلم أن الحمل في هذا اللفظ على حفص بن غياث، الحفص ابن غياث. وابنه أيضا شيخ الإمام النسائي هو ثقة له أوهام، ولكن الظاهر والله أعلم أن الخطأ من حفص ابن غياث، أن حفص ابن غياث هو يعني وإن كان ثقة فقد تغير، فالحمل في هذا في الظاهر والله أعلم على حفص ابن غياث. وجميع الرواة بل إن الحديث ومما يثبت أن أبا إسحاق ليس هو المخطئ في هذا الحديث أن الحديث جاء من طريق أبي إسحاق بدون كلمة يأمر مناديا، وهذا يدل على إيش؟ على أن الحديث محفوظ من طريق أبي إسحاق السبيعي على الجادة، ومن رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي على رواية يأمر مناديا وقع منه الخطأ، وهذا الخطأ يسمى عند أهل الحديث إذا كان المدار واحدا إيش يسمى؟ إذا كان الحديث مرويا عن رجل من مدارات أهل الحديث على صورة معينة وجاء آخر فرواه دون على بلفظ وزاد فيه وهو دون من أثبت من الثقات، فإيش اسم هذا؟ هذا منكر، هذا منكر، لأننا نتكلم عن شيء آخر. قلنا إن المنكر له صورتان، الصورة الأولى أن يخالف الثقة أن يخالف الضعيف الثقة في الإسناد أو في المتن، والصورة الثانية للمنكر هو أن يأتي رجل وإن كان ثقة عمن هو من أصحاب المدارات ممن يجمع حديثه بزيادة في حديث أصحابه لم يأتوا بها، فأين ذلك الذي فأين هم من
تلك الزيادة التي جاء بها هذا وهم أوثق منه، فحينئذ يكون هذا إيش؟ منكرا. فكيف إذا كان كل من روى الحديث عن أبي إسحاق وعن غير أبي إسحاق لم يذكر هذا؟ هذا يدل على شدة نكارة الحديث. ما وقفت عليه؟ طيب لا بأس، يبدو أنه طريقة البحث هي المشكلة فيها. على كل حال لو أنك شفت في الكبرى ينزل ربنا تبارك وتعالى في السنة الكبرى ومشيت حديثا حديثا حتى تصل آخر كتاب، فهو آخر حديث في الباب، هو آخر حديث في الباب، لعل هذا يكون أسهل وأيسر عليك. قال: وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا اللفظ أو ينزل ربنا تبارك وتعالى، هذا اللفظ هو أفضل وأقوى الألفاظ في الباب. قال: وهذا أصح الروايات، يعني من حيث اللفظ في هذا الباب. أيضا يقال في مثل هذا لو قيل يأمر مناديا، فهل يقول المنادي؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يمكن أن يقول ذلك؟ هل الملك يمكنه أن يقول أنا أغفر، أنا أجيب، أنا أعطي؟ هذا لا شك أنه غاية في الكفر القول بأن هذا هو أن هذا المعنى، هذا معنى غير صحيح بلا شك. واضح؟ أيضا أحدهم شغب بلفظ في رواية أظن في السنة لعبد الله بن أحمد، وجاء فيه أنه ينزل إلى السماء الدنيا ويفتح باب السماء ويقول، فقال مشغب أنه إذن المقصود ليس النزول وإنما فتح الباب. تصور لما تكون هذه الرواية اليتيمة التي فيها لفظ فتح الباب يحمل عليها أحاديث النزول المتواترة التي تثبت النزول، ثم يجعل فتح الباب هو المقصود، فنقول إذا قال ينزل ويفتح بابا، من أين جاء أن النزول بمعنى فتح الباب؟ وأين في لغة العرب أن فتح الباب يأتي بمعنى النزول؟ هذا أمر. أمر آخر، إذا كان فتح الباب موجودا في الحديث فيكون النزول حاصلا، ويكون أيضا فتح الباب شيئا آخر. واضح؟ إذن هذا الحديث أثبت شيئا زائدا على مجرد النزول، فهو ينزل وهو يفتح الباب وهو يقول أهل من داع فاستجيب له إلى آخره. ما الذي جعل فتح الباب مناقضا للنزول بحيث نحتاج إلى الجمع ثم حمل النزول على فتح الباب؟ لكن زيغ القلوب، فالله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يترك الروايات كل هذه المحكمة اللي هي نص جاءت بلفظ ينزل وجاءت بلفظ يدنو وجاءت بلفظ يهبط، إذا جاءت كان ثلث الأخر من الليل هبط إلى سماء الدنيا. يعني عندنا مثلا من رواية علي بن أبي طالب هذه اللي ذكر أول رواية هبط إلى سماء الدنيا، فجاءت بألفاظ دارت على معنى النزول والقرب والهبوط والدنو، ثم بعد ذلك يأتي إلى لفظ ليس له أي علاقة ولا يمكن أن يحتمل هذا المعنى ويريد أن يحمله. إن دل على شيء يدل على فقر أولئك الذين لا يريدون إلا أن ينفوا عن الله عز وجل هذه الصفة، فقر من جهة الدليل، فقر من جهة الفهم، فقر من جهة معرفة اللغة العربية، فقر من جهة معرفة أحاديث العلم الحديث الذي صنفت فيه مصنفات كبيرة، فيأتي هؤلاء في لحظة يريدون أن يلغوا كل ذلك. الشاهد من كلام والله إحنا لا نريد أن نتكلم عن الحرمان، لا نريد أن نتكلم عن الحرمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع المسلمين وقلوب المسلمين، لكن الحرمان موجود نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله أن يصلح القلوب. طيب إذن لم يبقى في الباب شيء كثير. طيب قضية أنه في الثلث الأخير من الليل، جاء في بعض الأحاديث إذا مضى شطر الليل، وفي بعضها مضى شطر الليل أو قال ثلثه، فهل هذا يعارض؟ وبعض في بعضها جاء إذا مضى الثلث الأول من الليل. الحقيقة أنه يجب حمل كل تلك الألفاظ على معنى الثلث الأخير من الليل. لماذا؟ لأن مضي شيء من الليل لا يمنع مضي شيء آخر. واضح؟ ثانيا كلمة الشطر تحتمل النصف على الأرجح، وتحتمل أكثر من النصف أو أقل على احتمال مرجوح إذا أطلقت.
ولكن إذا كان هناك نصوص تدل على أحد تلك الاحتمالات وهو الشطر الأخير من الليل وهو الثلث الأخير من الليل فإن هذا إيش؟ فإن هذا يجب حمله عليه. إذن الظاهر والله أعلم أن المقصود هو يعني لا يجوز العمل بكل تلك الأحاديث على تلك المعاني كلها، وإنما يجب حمل كل الأحاديث الواردة على الأحاديث المتواترة، وهي أنه في الثلث الأخير من الليل. فإذا كان الثلث الأخير من الليل نزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا. طيب، من الشبهات التي تعلق بها بعضهم أنه يعني الآن المعمورة هو الأرض في كل لحظة فيها ثلث أخير من الليل. طبعا وهذا الحديث فيه فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وهم يقولون إذن طيب الثلث الأخير من الليل انتقل من خلاص انتهى في الأردن مثلا وانتقل إلى إيش؟ إلى وانتقل إلى الغرب وهكذا حتى يعود مرة أخرى. وبالتالي كيف إذن زي يبقى نازلا؟ وهناك جوابان على هذا. الجواب الأول أنه هذا لأن الذي تصور هذا تصوره مع التمثيل، واضح؟ لأن هذا معناه أنه لو كان مخلوقا من المخلوقات، يعني لو كنت أنا مثلا أريد أن أنزل إلى سماء مثلا في طائرة أو كذا، فأحتاج إلى أن أكون أنا عدة أشخاص لأكون في عدة سماوات كل سماء فيها ثلث أخير، وهذا غير متحقق في شأن الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثانيا، هذا من يتصوره يتصور، وهذا الجواب الثاني أن الذي لم يتكلم فيه عن التمثيل، وهو أنه يتصور أن المعمورة أن الأرض كلها معمورة، والواقع ليس كذلك. وثلث الأخير من الليل لا يتحرك شمالا وجنوبا، وإنما يتحرك شرقا وغربا، والأرض ليست معمورة بالمؤمنين شرقا وغربا، يعني في كل هذا المدار هناك محيطات وهناك كذا، ليس فيها أحد من المؤمنين. ثالثا، وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الدنو والقرب والنزول إنما يكون للعابدين، فلو تصور أن أرضا ليس فيها أحد من العابدين الذين يقول لهم من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يستغفرني، من ذا الذي يدعوني، فإنه لا يقال أن هؤلاء يكون لهم نزول، وإنما يكون الدنو خاصا فقط، يعني ليس هناك دنو عام لكل المخلوقات، واضح؟ وعليه فليس هناك شيء اسمه نزول دائم، وإنما ينزل سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء وفي الوقت الذي شاء إلى الموضع الذي يريد دنوا يليق بجلاله وعظمته لا يماثله أحد من خلقه، ولا يماثل بذلك أحدا من خلقه. وضحت هذه الصورة أخواننا؟ أصابكم العنت في البحث عن الحديث. طيب، على كل حال، نعم تفضل. شيخ، ليس في السنة الكبرى حديث تفضل، بس وجدت دون الإسناد. طيب تفضل. إن الله عز وجل يمهل حتى يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا. طيب اقرأ، اكتب ثم يأمر مناديا وابحث عنها بحثا عاما في الحديث عندك، بحث عام ثم يأمر مناديا، بلاش في السنة الكبرى. طيب، عندك في العمل اليوم والليلة؟ لا بس يعني في الكبرى واحد. ايه تفضل. في الكبرى مجلد السادس. الكبرى مجلد السادس. صفحة 124. 124. طيب. واحد يأتينا بالسند. موجود عندك؟ في الوسطى. والوسطى كمان؟ حديث 6076. أنا بدي الإسناد. محمد بن عثمان. لا. ايش في اللفظ؟ حدثنا محمد بن، لا اعطني لفظ الحديث. لفظ الحديث قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في الليل. لا لا، انا اريد لفظ ثم يأمر مناديا. الشيك لفظ عندك ثم يأمر مناديا؟ وين اللي ذكر لفظ الحديث ثم يأمر مناديا؟ الشيك شفت عندك ثم يأمر مناديا؟ بحثا عاما حتى لا تقف عند النسائي، خذ كل الوقت الذي تريد. جميل. قضية الخوف من عمل، يعني طبعا بعضهم قال انه ينزل وهو فوق عرشه، فهل يترك العرش وينزل؟ اهل السنة والجماعة المشهور عنهم انه ينزل ولا يخلو منه العرش،
من أين فهموا أنه لا يخلو من العرش؟ من أمرين، ما هما؟ طيب الأمر الأول، لا لا مش نتكلم، نتكلم لماذا لا يخلو؟ طب هذا فعل يمكن أن يخلو من العرش لو شاء مثلا، فمن أين فهموا أنه لا يخلو من العرش بسبب النزول؟ إيش؟ لا يوجد دليل، نحن نريد الدليل على إثبات. تفضل. بقاء الأصل، بقاء الأصل مستوى على العرش، لم يأتنا نص أنه. طيب وين الدلالة في ثم استوى على العرش؟ تفضل. أن معاني الاستواء هنا إذا عدي بعلى الاستقرار، من معاني الاستواء الاستقرار، فهنا نحتاج إلى دليل المخالفة بعد إثبات أن من معاني الاستواء الاستقرار. هذا واحد. اثنين، جاء في حديث أظن زينب بنت جحش أنها كانت تفاخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقولها زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. طيب الاستواء متى كان؟ بعد أن خلق الله عز وجل، بعد خلق السماوات والأرض، صحيح؟ وهي إذا قالت من فوق عرشه وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل ذلك على أنها فهمت من حديث الاستواء، من آية الاستواء، أنه ما زال على عرشه. زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وهكذا من جاء ما جاء عن السلف من كلمة فوق العرش دل على ذلك. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بجميع ما وردت به السنة من صفاته. إذن فهم يعتقدون أن الله ما زال على عرشه. إذن عندنا نص قرآني عن الصحابة عن بإجماع التابعين. فلما يأتي واحد يقول إذا نزل يخلو من العرش، يقول لا يخلو من العرش، لا يخلو منه العرش، واضح؟ وهذا المعروف عنهم بإجماع، وأظن لم ينقل خلاف في هذه في التشكيك في هذه المسألة إلا عن ابن مندة. أظن في أنا الآن طبعا لم أحضر مسألة الاستواء يعني كمسألة عقدية والنصوص فيها، ولكن لأن الموضوع هذا في كل مرة كان تشرح فيه العقيدة طبعا يدرس في مثل هذا الأمر. وهذا الذي أذكره أنه لم يخالف في مسألة أنه لا يخلو من العرش إلا فيما أظن إلا ابن مندة، الله أعلم. ما وصلت إلى الآن؟ إيش؟ إخوة عند من؟ هذا كتاب الاستذكار. ماشي، عجيب يعني. نعم، الإسناد. ليش؟ لا نريد هذا، نريد الإسناد. عمرو بن حفص بن غياث، نعم. إذن إبراهيم بن يعقوب ثقة، إبراهيم بن يعقوب الدورقي أظن. طيب عمرو بن غياث صدوق ثقة له أوهام. أبي يعني حفص بن غياث ثقة تغير بأخر أو اختلط بأخر. طيب الأعمش ثقة ثبت إمام، وهو إمام أهل الكوفة، نعم. إسحاق السبيعة ثقة ثبت إمام، ولكنه اختلط بأخرى، والأعمش ممن حدث عنه قبل الاختلاط، نعم. قال حدثنا أبو مسلم الأغر، نعم ثقة. سمعت أبا هريرة وأبا سعيد، ثم قال أبو هريرة وأبو سعيد، والحديث مشهور من حديث أبي هريرة ليس مشهور من حديث أبي سعيد. ومن روى الحديث إنما رواه عن أبي إسحاق من طريقه إلى أبي هريرة فقط، وهذا يدل على أيضا خطأ آخر في الحديث، أنه الحديث وإن كان طبعا الحديث مرويا عن أبي سعيد في الجملة. والإسناد هذا كما ترون إسناد صحيح، وهذا من أمثلة الإسناد الصحيح لحديث ضعيف، والعلة فيه المخالفة بزيادة منكرة، واضح؟ يعني يمكن أن يستدل أن يذكر هذا في التدريس للحديث، أن الإسناد يكون إسنادا برجال ثقات، كل هؤلاء ثقات ولكن حديث ضعيف، ليس فيه انقطاع ولا إرسال، يعني ما فيه عدم السماع واحد من الآخر، ولكن المشكلة كما ذكرنا لكم هو خطأ أحد الرواة. أظن أن هذا الباب قد أشبع إن شاء الله، صحيح؟ طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة الليل.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. قال: إني أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأم هانية وأنس وأم سلمة وأم عباس. هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن نافع بن البصري قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل من الأمر سعة. هذا حديث حسن غريب. قال: باب ما جاء في القراءة بالليل. في القراءة، هل الكلام عن كم يقرأ أم كيف يقرأ؟ الأمر محتمل لهذا وهذا. ثم ذكر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك. إذن السؤال، هذا الحديث يتعلق بكيفية القراءة. أبو بكر كان إذا قرأ أسر في قيام الليل. عمر رضي الله عنهما كان عمر إذا قرأ رفع صوته في القراءة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع، فسأل أبا بكر فقال له: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك. هذا سؤال، يعني ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: إني أسمعت من ناجيت، يعني علمي بأنه سيسمعني يجعلني لا أرفع صوتي فوق ما أحتاج. فقال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك. يعني عمر كان يرفع الصوت إلى درجة أنه لو كان حوله نيام أيقظهم. قال: إني أوقظ الأسنان، يعني الذي أصابه النعاس يذهب عنه النعاس بهذا الصوت. وقت هذا وقت قيام ليل، لماذا ينام الإنسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. قال: وأطرد الشيطان. أيضا هو طبعا تعرفون عمر إذا مر بطريق أصلا ينطرد الشيطان، فربما يكون مستخفيا فيسمع صوت عمر أيضا. فقال: اخفض قليلا. إذن قيام الليل الصورة الصحيحة هي أنه لا يسر ولا يجهر كثيرا، وإنما بين، ولا مانع أنه إذا خفض أحيانا رفع أحيانا، وكل ذلك يعني جائز في السنة، بل ثابت، كله ثابت في السنة. طيب، هذا الإسناد فيه يحيى بن إسحاق وهو السيلحيني، وهذا قال فيه ابن حجر صدوق، يعني حسن الحديث عليه، فيكون الحديث إيش؟ حسن الإسناد، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه ثقة، خلال الرجوع إلى المتكلمين في الرجال الذين يعرفون بأئمة الجرح والتعديل. فالراجح ما قاله الذهبي أنه ثقة، الذهبي يقول فيه ثقة وهو الراجح والله أعلم. بالتالي الإسناد صحيح. طيب، قال: وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس وأم سلمة وابن عباس. ما في شاهد في هذه، ليس هناك شاهد في هذه الحديث.
وين أخونا أبو مسلم ولا؟ طيب أحد يسجل عنه، واحد من أخوي يسجل عنه. قلنا الباب الأول كله تلك شواهد، الباب الثاني ليس فيه شواهد، ليس فيها أي شاهد. طبعا حديث عائشة سيأتي معنا، اللي مذكور هذا اللي ربما أسر ربما جهر فيها، سيأتي معنا إن شاء الله، أو يعني قرأه أخونا، لكن ليس فيه إن شاهد لمسألة العمرين، وإنما الكلام كله في ماذا؟ في موضوع الباب في الجملة. طيب قال أبو عيسى هذا حديث، أو حديث أبي قتادة حديث حسن، حديث غريب، حديث هذه نسخة، فيه نسخة حديث غريب صحيح، حديث غريب صحيح. إيش عندك نسخة؟ هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. إيش سبب غرابة الحديث؟ ما هو سبب غرابة الحديث؟ الترمذي بين نفسه أن الأكثر روايات، تكلم الترمذي إيش سبب غرابة الحديث؟ ليس سبب غرابة الحديث ضعف فلان أو كذا، وإنما قال وإنما، طبعا كلمة غريب يعني إيش؟ يعني ضعيف. طبعا نسخة غريب صحيح ليست صحيحة ولا أرادها الترمذي، هي فيه نسخة غريب صحيح بس ما أرادها الترمذي، الترمذي يريد أن يبين أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. قال وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح. طبعا يحيى بن إسحاق وإن كان ثقة لكنه يخطئ مثل البشر ويخطئون، فحمل الإمام الترمذي الخطأ لمن؟ يحيى بن إسحاق. يقول الذين يروون الحديث عن ثابت إنما يروونه عن 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 ثابت يروونه عن عن عبد الله بن عطاء ابن عن عطاء عن عبد الله بن عطاء مرسلا. إيش يعني مرسلا؟ يعني ليس عن ليس عن أبي قتادة، يعني يقولون عن عبد الله بن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بدون أن يذكروا من، بدون أن يذكروا الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا الرواة عن ثابت غير رواية حماد بن سلمة من طريق طبعا السريحيني، هؤلاء أوثق من السريحيني، وبالتالي فالصحيح أن الحديث مرسل وعليه، فهذا الإسناد ضعيف. كيف صار الإسناد ضعيفا مع أنك تتكلم عن رواة ثقات؟ المخالفة، يضعف الإسناد إذا حصلت مخالفة، يعني هذا الراوي ثقة هو أخطأ في هذا الحديث، وبالتالي ضعف الإسناد سبب خطأه في هذا الحديث. واضح؟ الإسناد ظاهره السلامة، ولكن عند البحث في الباب تبين أن الحديث لا، هذه السلامة غير صحيح، غير حقيقية في الباب، وإنما أخطأ أحد الرواة فوصل الحديث مع أن فيه إيش؟ إذن الحقيقة أن الحديث فيه انقطاع، الإسناد فيه انقطاع، ولكن الانقطاع جاء فيه إيش؟ في رأس الهرم في آخر الإسناد من الأعلى. وهذا الإسناد هذا الحديث من الحديث التي تصلح مثالا للحديث المعلول عند شرح تعريف الحديث الصحيح. إيش نقول إحنا في الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو العدل الضابط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. صحيح؟ لأن فيه علة، وهي إيش هي العلة في هذا الموضع؟ لأنه ليس متصل. جميل، إيش كيف نعرف العلة؟ مش ايش العلة؟ سبب خفي يقدح في صحة الإسناد الذي ظاهره السلامة، سبب خفي ويجوز أن يكون خفيا في الغالب، يقدح في الإسناد أو في الحديث سواء كان إسنادا أو متنا، ايش الذي ظاهره السلامة؟ أيوة. الآن هناك مدرستان، منهم من يقول بعد ظهور سلامته، ومنهم يقول مع ظهور سلامته، أو الذي ظاهره السلامة. يعني المهم أنه لا ينبغي أن يكون بعد ظهور السلامة، كلمة بعد ظهور السلامة
تحدث إشكالا. إذن الأصل أن تقول إما مع ظهور السلامة أو الذي ظاهره السلام. لكن بعد ظهور السلامة ستحدث عندنا مشكلة تكلمنا عنها. هذا الحديث ظاهره السلامة من حيث الإسناد لكنه معلول. طيب لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح لكن هذا الإسناد غير صحيح. إذن صار عندنا إسناد غير صحيح مع أن رجاله ثقات. إيش الصحيح في الحديث؟ المتن فقط. تمام؟ طيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس بن أبي قيس قال سألت عائشة، أو هكذا احنا قدمنا وأخرنا عن قراءة القارئ ما في مشكلة، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جئنا الآن انتقلنا إلى إيش؟ إلى الفعل وليس القول، هذا قوله. وهنا قالت كان يسر بالقراءة، سئلت أكان يسر بالقراءة أم يجهر، فقالت كل ذلك كان يفعل. وهذا أحد الأحاديث في الباب اللي أشار إليه الترمذي، قال في الباب عن عائشة، وقلنا هذا ليس هو الأكثر الذي يذكره، وإنما الغالب أنه يذكر الذي لم يذكره في الباب، لكن مع ذلك ذكر الذي ذكر هنا. ربما أسر بالقراءة ربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا حديث طبعا فيه نسخة، هذا حديث صحيح غريب. جميل، فيه نسخة حسن غريب. عندكم نسخة حسن غريب موجود إشارة إليها؟ في عندي في المتن حسن غريب، وفي الحامش أشار قال وقع في بعض النسخ. وفيه نسخة حسن صحيح غريب كمان. على كل حال هذه النسخ موجودة، الحديث صحيح، الحديث صحيح. يمكن أن يقال أن معاوية بن صالح هو الذي يمكن أن يقال فيه حسن الحديث، لكن هذا على قول ابن حجر يقول هو صدوق، يقول هو صدوق له أوهام. والصحيح أنه وثقه جماعة من أهل العلم ولم يضعفه غير يحيى بن سعيد القطان، وتعرفون يحيى بن سعيد القطان متشدد، فمثل هذا لا ينظر مع توثيق كل هؤلاء. وبالتالي فكلمة صدوق له أوهام الحقيقة حط كبير من منزلة هذا الراوي، وهو يستحق. وبالتالي في الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات كلهم، وبالتالي في الحديث إسناده صحيح وهو حديث صحيح، وكما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث يجوز أن تقول في حديث حسن صحيح غريب أو صحيح غريب أو حسن غريب، كل ذلك لا مانع من إطلاقه على هذا الحديث. الثاني أو الثالث، حدثنا أبو بكر بن محمد، أبو بكر محمد بن نافع البصري، هو محمد بن أحمد بن نافع، عند البحث تبحث عن محمد بن أحمد بن نافع البصري، قال فيه ابن حجر الصدوق. طيب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث، عبد الصمد صدوق ثبت في شعبة، لكنه إيش هنا ليس في شعبة، عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي ثقتان، عن عائشة قالت قال النبي صلى الله أو قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. هذا أيضا في صفة القراءة، في كمية القراءة. طيب قام ليلة يعني أنه كرر تلك الليلة، هذا معنى قام ليلة، وليس المعنى أنه قام فقرأ في تلك الصلاة آية ثم ركع، بل كان يكرر تلك الآية لما يجد فيها من تدبري وكذا فقرأ. وهذا الحديث طبعا قال حديث حسن غريب من هذا الوجه. يمكن أن يقال حسن غريب يعني لذاته، حسن غريب يعني لذاته، كلمة من هذا الوجه أي عن عائشة، لأن الحديث الذي سبق أيضا عن عائشة، والمقصود أي بالإسناد إلى عائشة فهو حسن غريب، يعني أنه جاء بإسناد واحد. وفيه تعديل ولا ما فيه تعديل لرجال الإسناد؟ ها إيش رأيكم، فيه تعديل ولا ما فيه تعديل من هذا الوجه؟ قلنا لأن الحديث عن عائشة ورد من أكثر من وجه،
فيكون توثيقا لرجال، لأن تتكلم فقط على حديث إيش أبي المتوكل الناجي، يعني من دونه غريب، لكن حديث عن عائشة غريب ولا له أكثر من إسناد؟ المقصود يعني من غير عائشة، يعني ليس يعني من جهة عائشة، من هذا الوجه يعني إلى عائشة، ما قبل عائشة حصلت غرابة، عائشة فيها غرابة ولا لا؟ حديث ورد عن عائشة من أكثر من طريق، وبالتالي فإذا قال حديث حسن غريب أو حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فلا بد أن يكون غريبا باعتبار وإيش ومتعددا باعتبار. إيش الاعتبار اللي هو متعدد فيه؟ من روى عن عائشة، لكن من روى دون أولئك لا، ما هو متعدد، وبالتالي فقد جزم لنا بما علمه من ذلك، فقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. جميل، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابي سعيد وابي هريره وابن عمر وعائشه وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد بن جهني. حديث زيد بن ثابت الحديث الحسن، وقد اختلفوا في روايه هذا الحديث، فروى موسى بن عقبه وابراهيم بن ابي النضر عن ابي النضر مرفوعا، وروى مالك عن ابي النضر ولم يرفعه واوقفه بعضهم، والحديث المرفوع صح. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. صلاة التطوع السنة أن تصلى في البيت، والمقصود بصلاة التطوع سنن هذه الصلوات، وكذلك ما لا علاقة له بالمسجد، يعني مثلا تحية المسجد هذه ليست مقصودة، وإنما السنن صلاة مثلا الضحى، قيام الليل إلى آخره. الأصل في هذه أنها إيش؟ أنها في البيت. لكن مثلا قيام رمضان الذي الأفضل فيه أن يصلى جماعة، فإنهم إن صلوه في المسجد فإن ذلك حسن، وهذا الذي جرى عليه العمل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام من رمضان في المسجد، صلى أياما، ولو كان القيام في المسجد في رمضان أفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل إلى المفضول. فإن قال قائل: فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في المسجد ولو كان أفضل ما تركه، فالجواب على ذلك أن الأفضل أن يصلى في الجماعة، ولكن حصل سبب لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة في المسجد، وقد صرح بذلك عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عن الناس ولم يخرج إليهم بعد ثلاث، صلوا في اليوم الأول فتنادى الناس إلى الصلاة، فصلى اليوم الثاني فامتلأ المسجد بأهله، صلى اليوم الثالث فلم يتسع، عجز المسجد عن أهله، فاليوم الرابع لم يخرج إليهم، فلما خرج صلاة الفجر ذكر أنه لم يكن قد يعني خفي عليه مقامهم، ولكن خشي أن تفرض عليهم، فكان هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. ثم انشغل أبو بكر رضي الله عنه، تعرفون بالردة، وكانت خلافة أبي بكر خلافة قصيرة جدا، شغل بأموره، وما تعرفون خلافة أبو بكر ما حصل فيه 10 رمضانات مثلا حتى يكون فيه مجال، وإنما هي قصيرة. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه عاد الأمر على الحال الذي هو السنة، وهو أن يجتمع الناس في المساجد يصلون صلاة التراويح، من شاء صلى في بيته ومن شاء صلى في المسجد، وكان الناس يصلون أول الليل، ولو أنهم صلوا آخر الليل لكان ذلك حسنا، ولكن لا مانع من صلاتهم أول الليل، لأنه لا يمكن للناس أن يجتمعوا جميعا في آخر الليل. فلما رآهم عمر استحسن ما رأى من ذلك، وقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، وكان الناس يقومون أول الليل ويدعون آخره. طيب،
ذكر هذا الحديث قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. حديث من؟ حديث زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل معنى ذلك أنه لو صلى في المسجد يكون مفضولا. طيب إذا كان في المسجد النبوي تعرفون المسجد النبوي أعلى في الأجر من بقية المساجد، نقول هو أعلى من بقية المساجد، وليس المقارنة بين النوافل التي تصلى في البيوت وبين صلاة في المسجد، وإنما المقارنة بين المسجد وبين بقية المساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو في مسجده المسجد النبوي قال هذا. فلذلك لو كان الإنسان في المدينة فإنه يصلي في بيته النوافل ويصلي في المسجد المكتوب، ولو كان في مكة يصلي في بيته النوافل ويصلي في المسجد المكتوبات. ولا شك أن هذه المفاضلة تقتضي أن صلاة الإنسان في بيته أفضل، بل إن المرأة لو صلت حتى الفريضة في بيتها عند النبي صلى الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلت الصلاة هذه في مسجد قومها لكان خيرا لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلت حتى الفريضة في دارها لكان خيرا لها من صلاتها في مسجد قومها، ولو صلته في بيتها لكان خيرا لها من صلاتها في دار الحارة أو الحي، ولو صلتها في يعني الشاهد الكلام كلما كانت أشد تسترا لكان خيرا. وفي هذا ما يدل على أن الاختلاط وإن كان في المساجد ليس أفضل، وأن المرأة المطلوب من الشرع يتشوف إلى إخفاء المرأة وليس إلى إظهارها، وأنه لم يمنع من ظهورها، ولكن كلما كانت أستر وكلما كانت أقل خروجا وكذا لكان هذا إيش أفضل. وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث الحشمة والبعد عن التبرج، فسبحان من شرع هذه الشريعة. قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب، طبعا كل هؤلاء الذين ذكرهم يعني في الجملة في الباب، لكن لا يوجد أي شاهد من هذه الأحاديث، ما هي شواهد، وإنما في الجملة يتكلم عن قضية صلاة النوافل في البيوت فقط. أما أنه شاهد للفظ هذا الحديث لا، لكن يشهد لتفضيل صلاة النوافل في البيوت، تطوع في البيوت. وقال عن ابن عمر عن عبد الله عن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، طبعا حديث ابن عمر هو سيذكره، ذكره بعد ذلك، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وأكثر هذه الحديث التي أشار إليه من هذا اللفظ، يعني تصلح شواهد لحديث ابن عمر. يا أحد سجل لأخينا حتى ما يضيع عليه شيء. جميل. طيب قال حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وهذا الإسناد كيف ترونه؟ عندك حديث حسن أيضا؟ طب هذا إسناد صحيح؟ لا منافى، حسن يعني له طرق. إذن الإمام الترمذي لما يقول حديث حسن لا يحتاج إلى مناقشة لماذا قال حسن، لأن كلمة حسن إخوانا لا تحط إسناد الحديث عن الصحيح، بل تدل على وجود طرق أخرى، مع أن أدنى درجات الإسناد المقول فيه ذلك ما يعتبر به، فيقال عن ما يعتبر به ويقال ما فوق ذلك، بشرط أن يكون الحديث صحيحا في جملته محتجا به، ولا يقول ذلك في حديث يبقى ضعيفا بعد وجود الطرق. يعني ليس من هو ذكر لك الآن يعني حديث تدل على صحة الباب بدون شك، الذي يقف عليه سيجد هذا الشيء واضحا وصريحا. وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر اللي هو سالم أبي النضر اللي احنا اللي مر الحديث به اللي يروي عن بشر، قال عن أبي النضر مرفوعا يعني إيش؟ يعني عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورواه مالك بن أبي ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه، والحديث المرفوع أصح، الحديث المرفوع أصح. إذن هذه القاعدة الذي قد يظنها بعض الناس أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا فإننا نرجح الموقوف احتياطا، غلط، ما بصحيحة، وإنما القاعدة
الأصح إسنادا يقدم ويرجح بقطع النظر عن إيش؟ إذا كان أصح إسنادا أنه موقوف يوقف، وإذا كان أصح إسنادا أنه مرفوع يرفع. وإذا اجتمع للموقوف والمرفوع من الروايات ما يدل من أهل الحفظ الذين لا ينظروا في نقلهم بعد نقلهم، فإنه يعتمد أن هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا يثبت المرفوع ويثبت الموقوف وترجح بعد ذلك، قل هذا أرجح وهذا أفضل وهذا صح، ما عندنا مشكلة. لكن لا يعني ذلك أن هذا ضعيف وهذا صحيح. وضحت؟ يعني حتى عند وجود الترجيح لا يرجح دائما الموقوف. لماذا؟ لأنه قد يأتي موقوفا بفتوى ومرفوعا بالنقل. يعني الصحابي الذي يفتي هو نفسه الصحابي الذي ينقل الرواية، هل سيفتي بخلاف روايته؟ ها؟ لا يفتي بخلافه. وبالتالي إذا روى روايته وروى رأيه رواياه أو رواياها على أنهما مختلفتان، لا هما متفقان، هو يفتي ويروي بحسب ما يفتي. طيب، قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قلنا هذا غالب الروايات التي وردت في هذا الباب، وهذا صحيح. إيش حكم عليه الترمذي رحمة الله عليه؟ إيش قال؟ حديث حسن صحيح. ما في هذا ولا في هذا؟ هذا حديث حسن. هذا ما عندي هذا. هذا حديث حسن صحيح، لهذا جيد. بس أنا ما على كل حال، فإذا صلاة التطوع السنة أن تكون في البيت، تصح في المسجد. أو أن إنسانا صلى في المسجد وأراد أن يخرج إلى العمل وهو يعلم أنه لا يعود إلى البيت أو يغلب على ظنه، فإنه يصلي في المسجد خشية أن تفوته السنن أو النوافل أو التطوع بشكل عام. والأصل في بعض الصلوات أنه لا تصلى إلا في البيت، مثل صلاة السنة المغرب وغيرها، لكن هذا في من كان بيته قريبا. لكن الذي يريد أن يبقى في المسجد إلى صلاة العشاء ماذا يفعل؟ صلي في المسجد. واضح؟ وأنت فقيه نفسك في هذه القضية، يعني أنت تعرف أنه هل ستفوت التطوع ولا لا. فإذا كنت تعلم أنك لا تفوته وأنك تصليه في البيت، لا تصليه في المسجد، صليه في بيته. من فوائده أن هذا يحيي البيوت، وكما ترى الحديث: صلوا في بيتكم ولا تتخذوها قبورا. جميل. أظن أن فيه رواية أبي هريرة، نعم، عن أبي هريرة، لا، رواية أبي هريرة فيها: لا تتخذوا بيوتكم قبورا من قرأ البقرة، إذا أو لا تقرأ البقرة في بيت فيدخل الشيطان، كما قال. ما أظن فيها لفظ الصلاة. وهذا يعني أن هذا الحديث بحسب فهم الترمذي أنه لا تتخذوا قبورا أي صلوا فيها، ولكن الحديث إذا نظرت إلى ظاهره ستجد إيش؟ أنه ما تكلم إلا عن القراءة، عن قراءة سورة البقرة. يعني هذا تذكرته الآن. وبالتالي فرواية أبي هريرة قد لا تكون شاهدا ولا في المعنى، يعني تحتمل أن لا تكون شاهدا في المعنى، ما فيها نص صريح. وإن كنت رأيت واحد، أنا بحثت عن حديث أبي هريرة ما وجدت في من نقل حديث أبي هريرة من رواه ذكر كلمة صلوا فيها، إلا واحد قال في رواية من اللي بيخرجوا، ولم أجد هذه الرواية، فربما يكون يعني أخطأ في ذلك، لأن البقية رووا صلوا لا تتخذوا قبرا في معنى الصلاة. فقد يفهم من مجموع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوه قبرا يعني في موضوع الصلاة. واضح؟ بس هذا من باب الأمانة في المسألة، لم أجد رواية صريحة من رواية أبي هريرة يقول فيها إيش، يعني صحيحة صريحة عن أبي هريرة يقول فيها صلوا في بيوتكم لا تتخذوا قبورا، بل ما في كلمة صلوا، فيها إيش؟ لا تتخذوا قبورا، وفيها يعني تصلح في فضل سورة البقرة، وأن القبور لا يقرأ عندها القرآن، وليس مسألة الصلاة. الصلاة في القبور لا تصح، وإنما يصلى عند القبور متى؟ ماذا؟ الجنازة. الجنازة مختلفة عن الصلوات لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود. بهذا يكون قد تم الكلام عن قيام الليل وما يتعلق به، والمرة القادمة تأتون بالمجلد الذي بعده، لأن قد انتهى هذا المجلد بحسب الذي عندنا، وإنما بحسب الأستاذ بشار لسه ما زال فيه يبدو
مجموعة طيبة. نقف عند هذا الحد، نكتفي. فيه أسئلة؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.